شعصاب اليوم اللي قاعد مركز لاخر وقت ذا اللي هو البحر الماتش. بيان سور الماتشات هذوما يتلعبوا كيكا سي تان ديربي. الماتش كما قلت لك الماتشات هذوما يتلعبوا كيكا. اللي يكون مركز اكثر واللي يكون حاضر اكثر مونتالمون هو اللي باش يربح. هذاك هو اللي صار. مركينا في الاخر في 90 فماش محلى بونتو في الاخر. الحمد لله يا ربي ان شاء الله جاي خير. الماتش كان تكتيكي برشا سيف برشا ديفونس فيه زوز كيبيت مسكرين خايفين من بعضنا كاين. اي بيان سور الماتش كله دي ديويل سواء في وسط تيران ولا في ديفونس ولا سواء في وسط تيران ولا في ديفونس. الحمد لله هنا دوميني اللعبه من اول دقيقه لاخر دقيقه حسب ما نشوف انا فهمت. وان شاء الله باذن الله نكملوا على خير. بونتو العاده ما جاش اليوم استناوه في الفينال. اي باذن الله عادي. اهم حاجه ربحنا وصلنا فينال.